مجموعة الأورثوبيروكسين بتشمل جزء من معادن البيروكسين، وبالتحديد بتشمل المعادن اللي بتتبلور في الأورثورومبيك سيستم، وهم بشكل أساسي معادن السوليد سوليوشن بين الإنستاتايت والفيروسولايت، واللي تم تقسيمهم لست معادن على أساس النسبة بين الحديد والمغنيسيوم. لكن في تصنيفات أحدث بتتجاهل كل المسميات الفرعية دي وبتتعامل مع الأورثوبيروكسين كمعدنين فقط، إنستاتايت وفيروسولايت. احنا هنا هنتعامل بشكل اساسي مع التصنيف القديم، وبالتحديد مع الثلاث معادن الغنيه بالمغنيسيوم، انستاتايت، برونزايت، هايبرسين، لانهم المعادن الاكثر انتشارا في الطبيعه. الثلاث معادن بيشتركوا تقريبا في كل الصفات البصريه تحت الميكروسكوب باستثناء اللون، واللي بيختلف من معدن للتاني بسبب اختلاف نسبه الحديد. فالانستاتايت اقلهم في نسبه الحديد، عاده بيظهر كولرلس، بينما الهايبرسين وهو أعلى معدن في الثلاثة من حيث نسبة الحديد فعادة بيظهر بيل جرين، بيتغير مع دوران المسرح لبيل براون أو ريدش بيل براون. أما البرونزايت واللي بيمثل حالة وسط بين المعدنين فبيظهر بلون فاتح جدا، غالبا بيل براون، وباستثناء اللون فباقي الصفات البصرية واحدة تقريبا. المعادن كلها هاي ريليف وبيتوقف شكلها على اتجاه القطع في البلورة. بالنسبة للكروس سيكشنز والاتجاه القطعي فيها بيكون عمودي على المحور البلوري سي، فبتتميز معادن البيروكسين كلها بشكل عام بكروس سيكشن ثماني الأوجه، أما المقاطع الطولية الموازية للمحور سي بتكون بريزماتيك. تاني حاجة بتختلف ما بين الوضعين هي عدد مستويات الانفصام. بتتميز معادن البيروكسين عموما بوجود مستويات انفصام في اتجاهين شبه متعامدين على بعض وموازيين للمحور سي. في الكروس سيكشنز بتظهر المستويات دي مع بعض في القطاع، بينما المقاطع الطولية فبيظهر فيها مستويات انفصام في اتجاه واحد فقط. غير كده فمعادن الأورثوبيروكسين أنيزوتروبيك بتظهر ألوان تداخل من الرتبة الأولى بره للإكستنكشن ولينس سلو. اولا هنا معدن انستاتايت colorless high relief وموجود مستويات انفصام واضحة في اتجاه واحد. انيزوتروبيك مع لون تداخل رمادي من الرتبة الاولى، والمعدن بره للاكستنكشن بيعتم تماما لما مستويات الانفصام توازي احد الشعرتين. هنا معدن انستاتايت تاني هاي ريليف مع آثار واضحة لمستويات انفصام في اتجاه واحد. بره للإكستنكشن ولون تداخل من الرتبة الأولى. هنا جزء من بلورة انستاتايت مالية مجال الرؤية بالكامل، فالحدود الخارجية للمعدن مش ظاهرة في مجال الرؤية. اللي هنقدر نلاحظه بوضوح هو مستويات الانفصام في اتجاه واحد والمعدن تقريبا كولورلس. مع لون تداخل أصفر ضعيف من الرتبة الأولى وبره للإكستنكشن. هنا مجال الرؤية موجود فيه بلورات أوليفين كتير مع معدن أورثوبيروكسين بيملى الفراغات بينهم. الفرق الواضح بينهم في الضوء العادي هو وجود مستويات انفصام في اتجاه واحد في معدن البيروكسين، بينما بلورات الأوليفين غالب عليها وجود التكسير العشوائي المميز للمعدن. وفي الضوء المتعامد بلورات الأوليفين بتظهر ألوان تداخل عالية من الرتبة الثانية، بينما الأورثوبيروكسين بيظهر لون تداخل أصفر من الرتبة الأولى وبره للإكستنكشن. أما هنا فده معدن هايبرسين مع بليك كرويزم واضح من بيل براون لبيل جرين، هاي ريليف مع مستويات انفصام في اتجاه واحد.
وفي الضوء المتعامد بيظهر لون تداخل أصفر من الرتبة الأولى وبره للإكستنكشن. هنا بلورة تانية المعدن هايبرسين مع نفس البليوكرويزم من بيل جرين لبيل براون أو لريدش بيل براون. كذلك لون التداخل أصفر من الرتبة الأولى وبره للإكستنكشن. كذلك هنا معدن هايبرسين بنفس البليوكرويزم. وفي الضوء المتعامد بيظهر لون تداخل أصفر من الرتبة الأولى وبره للإكستنكشن.